صباح الخير. معك لاباس. صافا الحمد لله. هذا في حد عيش يعني حاطة في ديك تراين تقدري تجوزي ليا؟ دوكا. دوكا يعني في ديك تراين يعني حاصلة بعيشتك. صح. يعني مضروبة شوية إذا تقدري. راني في لاكود صبري عليا واحد العشر دقايق نجيك. صح صحيح. هيا داكور دوكا نجيك. قاسمي فاتحة. نخدم كلونديستا. نخدم لي طواياج، نخدم كارد مالاد، نخدم في الديور. تسمى هذاك النهار كاع اللي خدمتو يروح لي في الطاكسي، تسمى جاتني بزاف. تماك جاتني الفكره، قعدت نخمم وليت نصلي ندعي يا ربي حتى تعطيني طوموبيل نخدم بها وندير بها الخير. يقول لي ما عنديش، ديني في وجه ربي والله ما خلي واحد في الطريق واقف. تما نخدم الليل مع النهار ونصرف على دارنا واش يزيدوا لي نخبي. تشوف ياك دايماك مريضه ما عندهاش باش تداوي. دوك مسكينه جاها ماشي تشوف مليح، جاها مرض تاع العينين، طلبوا لها 5 ملايين عمليه. دا وليت نخدم كلونديستي. تسمع على جا الوالدية، بابا كبير، يما مريضه، ما كاش شكون يخدم على الدار. في الولايه تاعنا ما كاينش خدمه، حنا نسكن على برا شلف. انا نسكن في شلف على برا. هنا في العاصمه كاين الخدمه بصح المباتة ما كانش، تسمى كل يوم وين نبات. او دي فوا ولا غير هكذا كيما ما نكملش خدمتي بكري ولا ما نحب ندير، ولا غير دي فوا نبات في الطوموبيل. انا ماذا بيا لو كانت تكون لي غير شمبره برك، ماشي قال سكنه ولا فيلا ولا بارطما، ولا لو كانت تكون لي غير شمبره هنايا وين نبات برك. في النهار راني نخدم الحمد لله. كل واحد يخدم حاجه اللي يكون حابها، يخير المهنه الخدمه اللي تحبيها. تسمى خدمه تكوني تحبيها هكذا. انا ولفتها، خدمت ليل مع النهار كيما يقول لك سوفريت باش قدرت نشري الطوموبيل هذه.